بالإضافة. شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. إذن جو استثنائي، درجات حرارة مرتفعة دائما كما نشوفه اليوم، تم تسجيل حرائق في ولاية تيبازا، حريق في ولاية تيبازا بمنطقة الأرهاط. ربما أنتم في مديرية الغابات أو محافظة الغابات عندكم مخطط استراتيجي ربما لمجابهة أي أخطار تتعلق بتسجيل حرائق تضر بالثروة النباتية والثروة الحيوانية في نفس الوقت؟ أكيد، كما تفضلتم أنه الجزائر بلادنا تشهد موجة حرارة غير عادية، لا سيما رانا يعني في بداية شهر جويلية، موجة حرارة غير عادية تم يعني تبليغ عنها عن طريق نشريات من قبل ديوان الأرصاد الجوية. كي نقولوا حرارة مرتفعة تقابلها حتما اندلاع حرائق الغابات. لماذا؟ لأن الحرارة تعتبر أحد العناصر الفاعلة من أجل اندلاع الحريق وخاصة انتشاره، إضافة إلى عدة عوامل عده عوامل اخرى. لمجابهه هذا الشيء رصدت او ترصد اداره الغابات ككل سنه مخططا او استراتيجيه تعرف بمخطط الحمايه والوقايه من والوقايه ولا مكافحه حرائق الغابات. هذا المخطط الذي ترصده اداره الغابات ينطلق يعني يتزامن والفتره الصيفيه وفتره الاصطياف، بما انه هي التي يعني متكونه من الاشهر الاكثر حراره والتي تشهد ذروات حراره عاليه اللي هو فتره الصيف. ينطلق هذا المخطط أو يتم تفعيله بصفة رسمية ابتداء من الفاتح من جوان ويستمر إلى غاية 31 من شهر أكتوبر. يعني هذا المخطط يرصد جميع أو يفعل جميع الوسائل البشرية والمادية التي ترصدها إدارة الغابات من أجل مجابهة هذه الحرائق، بالإضافة أيضا إلى جميع يعني الفاعلين وجميع الأطراف الفاعلة التي بحكم القوانين السارية المفعول تتدخل من أجل مجابهة الحرائق ومكافحتها وتوقيف انتشارها. هذا المخطط راه ساري المفعول خاصة عبر الولايات التي تشهد حرائق، يعني الولايات التي هي يعني معروفة بوجود الغابات، وجود الكثافة الغابية، يعني هي الولايات الشمالية يعني والولايات الهضاب من البلاد، يعني ما عدا تستثنى ولاية الصحراء. يعني كل هذا يعني هذا الشيء رصدته إدارة الغابات من أجل مجابهة الحرائق. أكيد تدخلاتكم لما يكون في حرائق يعني تدخلات أحيانا تلقاو صعوبات كبيرة جدا في إخماد الحرائق هذه وحتى أنكم تحطوا بها. تحدثوا عن كنا أشرنا أو أشرت مع ضيفي قبل قليل في المكالمة الهاتفية أنه عن أسباب الحرائق هذه، أحيانا تكون أسباب طبيعية نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا تكون أسباب بفعل فاعل نتيجة ربما لبعض التصرفات يقوم بها الأشخاص في هذا الصدد. يعني كما تفضلتم أنه أسباب الحرائق يعني عندما نتكلم على الأسباب الطبيعية بحكم يعني المناخ وبحكم التضاريس، الأسباب الطبيعية يعني في الجزائر هي قليلة، ولكن الأسباب يعني التي يعني هذا الشيء لاحظناه عبر الإحصائيات اللي نقوم بها كل سنة، لأنه بعد انتهاء كل موسم لمكافحة حرائق الغابات تقوم إدارة الغابات بعملية الإحصاء وعملية يعني معرفة هذه الأسباب، يعني إذا ما كانت أسبابا بشرية ولا أسبابا متعمدة بفعل فاعل هنا يعني يتم القيام بالإجراءات مع مصالح الدرك الوطني والقيام بتحقيقات من أجل الوصول إلى الفاعل، يعني والقول أنه هي أسباب بفعل فاعل، وهذا الشيء يعني يعاقب عليه القانون السريع المفعول المشرع الجزائري. ولكن اغلب يعني نقولوا انه 90% من الحرائق هي حرائق سببها بشري. كي نقولوا سبب بشري ربما يعني باش نوضح الصوره للمواطنين، انه السبب البشري قد يكون بسبب يعني بصفه مباشره، يعني هو الفعل العمدي الاجرامي الذي يعاقب عليه المشرع الجزائري، والعقوبه تروح حتى الى يعني تعتبر جنايه يعني والحبس المؤبد، هذا يعني كاين في قانون العقوبات. ويعني الاسباب راهي منتشره يعني بصفه اكثر، يعني راهي اغلبها هي التصرفات، ربما هي يعني نعتبرها تصرفات لا واعيه، تصرفات غير عمديه ولكن تؤدي بصفة غير مباشرة إلى اندلاع الحريق. أذكر على سبيل المثال يعني كما تعلمون أنه فصل الصيف كاين المواطنين
ربما يعني جزء منهم يحبوا يرتادوا الشواطئ، ولكن الجزء الكبير يحبوا يرتادوا الغابات، يحبوا يروحوا للمناطق يعني الغابيه ربما بشي يعني لحراره فيها. نعم اكيد يعني لحراره الجو اللطيفه، ولكن هذوك التصرفات السلبيه يعني هذا الشيء رانا نلاحظوه يعني ورانا نلاحظوه يعني بصفه سنويه يعني على على دائر العام. بعض التصرفات السلوكيات مثل اشعال مواقد الشواء، عمليات الشواء اللي يقوموا بها داخل الغابة يعني داخل الغابة وتحت الأشجار وتحت الغطاء النباتي للتظلل، عمليات يعني أخرى بعض السلوكيات السلبية كنفايات عافاكم الله، لأنه الغابات خاصة جميع النفايات بجميع أنواعها الزجاج البلاستيك النفايات الصلبة هي كامل تعتبر عوامل مؤثرة وعوامل مؤدية إلى اندلاع الحريق وخاصة انتشاره، إضافة إلى كما نقولوا الظروف الملائمة بما أنه غابات البلاد يعني تعتبر يعني غابات عندها خصوصية غابات أنها غابات الغطاء ولا تبع المناخ المتوسطي. نعم. كامل يعني الغابات الموجودة في بحر الأبيض المتوسط يعني تعتبر غابات متشابهة من حيث التنوع الإيكولوجي، من حيث طبيعة الأصناف النباتية التي متوفرة بها. ربما يعني لسوء الحظ أن هذه الأصناف هي أغلبها خاصة أصناف الصنوبريات تعتبر أصناف قابلة للاشتعال يعني تشتعل يعني بصفة سريعة وتنقل النار بصفة أسرع، بالإضافة إلى طبيعة المناخ في مستوى يعني على مستوى البلاد. المناخ تاعنا اللي هو جاف صيفا ومعتدل شتاء ومع التغيرات المناخية يعني ولات أكيد ولات يعني فترات الجفاف وفترات يعني عدم تساقط راهي كبيرة يعني تمتد إلى يعني قبل تبدأ يعني قبل فصل الصيف وتستمر حتى إلى غاية بداية فصل الشتاء. يعني كامل هذه العوامل والتغيرات المناخية بالإضافة إلى السلوكات اللاواعية من قبل المواطنين المرتدين للغابات عن طريق إشعال الفحم، إشعال المواقد إشعال مواقد الشواء، عن طريق رمي النفايات، يعني كامل هذا عن طريق الأضرار يعني اللي يقوموا بهم الأشجار، قطع الأشجار، قطع الأخشاب، أيضا القيم كاين هناك أيضا عدة ظواهر هذه ثاني يعني راهي ممنوعة بصفة يعني ربما المواطنين ما عندهمش علم، ولكن إشعال النار بمحاذاة أكيد أنه داخل الغابة شيء ممنوع، ولكن حتى إشعال النار بمحاذاة أكيد بمحاذاة الغابات يمنع منعا باتا إشعال أي نوع من النار لأي سبب من الأسباب بمحاذاة الغابات، خاصة يعني المزارع اللي راهي متواجدة، كاين بزاف مزارع متواجدة يعني بمحاذاة الغابات. ربما الفلاحين يشعلوا النار من أجل التخلص من بقايا عمليات الحصاد، ولكن هذا الشيء راهو ممنوع. لماذا؟ هاد يعني كامل هذه الإجراءات الاستباقية راهي موضوعة من أجل التقليل من حدة الحرائق، التقليل من اندلاعها، وخاصة التقليل من انتشارها في الوسط الغابي. وأحيانا تصرفات غريبة. غريبة. دخيلة. أسميها بتصرفات الدخيلة. صح أستاذ إيمان. مرة من المرات يقال أنه اثنين تعاركوا من أجل قطعة أرض فشعلوا يعني النار وراحت الغابة في نفس الوقت. يعني من أجل هذه التصرفات الإنسان. نحطوا بهذا المثال عن التصرفات الغير عقلانية. عقلانية. بالنسبة أنت راكي رئيسة مصلحة أعتقد مديرية أنت أو مصلحتك تعنى بالنباتات والحيوانات. يعني جميل بالحرائق. جدا. إذا كان ممكن أستاذ إيمان تعطينا للسادة المشاهدين ربما الأضرار يعني نبه الناس تفهم أنك تشعل موقد شواء في الغابة وهو الأمر هذا ممنوع تفاديا لوقوع حرائق. كنا شفنا سيناريوهات. يعني وبكينا هذاك الوقت وسيناريوهات يعني أكيد. للاسف ادت الى خسائر بشريه بالفعل. هنا تكمن يعني خطوره الوضع هي انه ربما يعني حتى وان كانت خسائر نباتيه ربما المواطن البسيط يعني يقول ربما خسائر نباتيه يعني كما نقولوا يعني باللغه الفرنسيه سي نيجليجاب. نعم. يعني نقدروا ما نعطولهاش يعني اهميه، ولكن هذيك الشجره هذيك اللي تحرقت هذاك الليكوسيستم ولا هذاك الوسط المعيشي الوسط البيئي الذي يحيط بالشجره يعني لا تحرق، يعني حتروح الشجره ويروح الوسط البيئي ويروح الحيوانات اللي راهم كما نقولوا راهم هادو كامل يعني راهم يساهموا في التوازن البيئي والتوازن الايكولوجي لهذاك النظام البيئي اللي راهو في هذيك المنطقه. يعني هاد الامور كامل يروحوا بسبب الحريق، حتى وان تداركنا الامر عن طريق القيام بعمليه التشجير، عن طريق القيام بعمليه التنظيف لو نيتواياج وازاله
مازالت بقايا ما حرقه، يعني الشجره باش تعاود تخلف وتعاود تلحق لهذاك الله يبارك. يعني بلادنا راهي معروفه يعني باصناف متعدده وباشجار معمره، يعني كامل الجهود، جهود الدوله الجزائريه وجهود وزاره الفلاحه عبر مديريه الغابات، يعني راهي كامل منصبه من اجل حمايه هذا الارث الغابي. كنقولوا الارث الغابي يعني ارث حيواني ونباتي. صحيح. يعني هذا الشيء ربما يعني نتأسف يروح، يعني ربما يعني حريق سببه يعني حريق صغير يكبر يولي حريق كبير يقضي على آلاف وآلاف الهكتارات، ربما تروح في ساعة ولا ساعتين من الزمن، يعني ساعة ولا ساعتين نخسروا ثروة إيكولوجية ربما عندها أزيد من 30 سنة 40 سنة إلى ما قلت يعني أزيد من 50 سنة. أكيد يعني كاين أشجار الزيتون، أشجار الأصفر وأشجار الصنوبر، أيضا يعني بعض الأصناف أشجار البلوط، يعني كاين هناك أصناف معمرة اللي تميز الغابات الجزائرية خاصة يعني في الجهة الشرقية كما شهدنا العام الفارط الحرائق اللي اندلعت على مستوى ولاية الطارف وعلى مستوى القالة، وأيضا الخسائر البشرية يعني اللي راحوا ضحايا العام اللي فات، وأيضا في العام اللي شهدت صحيح. فيه ولاية تيزي وزو ولاية خنشلة، أيضا الحرائق هذيك المهولة اللي قضت يعني أدت إلى إتلاف حتى أشجار إتلاف صحيح. أشجار، يعني هذه الأمور يعني نتأسف عليها، وربما يعني باش نحميو الغابات يعني هي مريش ربما مجهودات إدارة وحدة ولا مؤسسة وحدة ولا يعني قطاع واحد، وإنما هو تضافر جميع الجهود، تضافر جميع القطاعات، يعني كل حسب اختصاصه من أجل حماية هذا الإرث الغابي، لأنه عندنا في المساحة تاع الجزائر راهي واسعة الله يبارك، ولكن المساحة الغابية مقارنة بالمساحة الكلية يعني ربما تعتبر ضئيلة يعني بالنسبة للمعايير العالمية، هي فقط 4.1 مليون هكتار. يعني هاد 4.1 مليون هكتار يعني وراهي متنوعه من حيث التكوينات الغابيه، يعني ماريش 4.1 مليون هكتار اونيكمون فقط ربما التكوينات الغابيه، يعني الغابات المعروفه كاين تكوينات غابيه اخرى ربما اهل الاختصاص يعرفوها اكثر، يعني الى هاد المساحات يعني الصغيره يعني مقارنه مع البلد القاره اللي رانا نعيشوا فيه، الى هاد المساحات الصغيره وراحت يعني حرائق، ويصعب يعني حتى وان كانت الجهود وحتى وان كانوا الامكانيات يصعب إعادة استخلافها، يعني ولا حتى وان عدنا يعني استخلافها الوقت هي سنوات سنوات يعني تروح اكثر من 10 سنين، اكيد تروح اكثر من 10 سنين 20 سنه، يعني كل هذا حيسبب خسائر للخزينه وخسائر يعني بشري، يعني خسائر على بكل المقاييس صحيح. خسائر بكل المقاييس، حتى الغطاء النباتي لما نقولوا انه راح تحرك شجره اكيد راح معها راح تجوع الحيوانات المعيشي. وحتى الحيوانات حتى اللي انقرضت، حتى التربه يعني استسمحك اخي، حتى التربه يعني اللي يعيش فيها هذيك يعني الحريق عندما يصيب الشجره هذيك التربه هذيك اللي تكون هي تربه هي عباره عن وسط معيشي، يعني صحيح. فيها حيوانات مجهريه يعني وفيها عده اصناف باش نبسط يعني اللغه للمواطنين، هذاك الوسط هذاك يعني حيتضرر من بجراء هذوك الحرائق، يعني حتى وان بجهود الدوله يعني نعاودوا ربما يعني لازم كي تتحرق ربما قطعه في الغابه نقوموا، يعني كاين هناك عده اجراءات يعني كما نقولوا تفوت ابخي هذا الحريق، اولا ننتظروا ونقوموا بعمليه التطهير لانه الحريق يولد يعني بعض يعني التراكمات والترسبات يعني وهذوك، يعني كاين ديجا عمليه التطهير اللي يقوم بها المصالح المختصه اداره الغابات وبعض المصالح المختصه، نطهروا كامل هذوك الارضيات اللي تروح ربما الاف الهكتار، ديجا هذا غيتاخذ وقت، ايضا هذيك ننتظروا التجديد الطبيعي، سبحان الله يعني بحكم الحكمة الإلهية أنه الطبيعة تعيد تجديد نفسها بنفسها، يعني هذه راهي حكمة إلهية، ننتظر التجديد الطبيعي، إذا ما كانش تجديد طبيعي هنا يتدخل الإنسان، ولكن حتى تجوز فترة عامين من الزمن، يعني ربما ننبه بعض المواطنين رانا نشوفوا ربما بعض يعني هبة على عملية التشجير وعمليات الأخر شاهدنا البارح في التلفاز كان عدة مواطنين عبر عدة ولايات راهم يقوموا بعملية التشجير، يعني من هذا المنبر نقول لهم بلي أنه عملية التشجير يعني من المستحسن التقرب من المصالح المعنيه اللي هي مصالح اداره الغابات، والتشجير عنده فتره
وعنده وقت. هذه الفترة مرتبطة ليس بالصيف وإنما مرتبطة بالتساقط. يعني كي تبدا اول يعني بدايات التساقط اللي تبدا في شهر سبتمبر اكتوبر، هنا نقدروا نقوموا بعمليه تشجير. لماذا؟ باش نضمنوا تكون كميه التساقط معتبره، وبانه هذيك الشجيره الري هذيك الشجيره تنجح، لانه لازم المرافقه تاعها على الاقل عامين من من الزمن. انه بعد العامين هنا يدخل الانسان من اجل عمليه التشجير، ومن ثم يعني على حسب الاصناف، كاين هناك اصناف ربما بطيئه النمو، كاين يعني ما نقدروش نغرسوا اي نوع من الاصناف نغرسوا نوع من الاصناف على حساب الخريطه يعني لا كارت بيزاجير ولا الخريطه التجميليه يعني للاخر على حساب يعني الاصناف المتواجده المنطقه باش معروفه على حساب الاصناف اكيد على حساب المنطقه باش معروفه بنباتاتها، وايضا نختاروا الاصناف المتاقلمه ومناخ البحر الابيض المتوسط المتاقلمه مع هذه التغيرات المناخيه والمتاقلمه مع درجه الحراره المرتفعه. يعني باش نضمنوا اصناف ربما ما تحتاج تدخل الانسان من اجل السقي ومن اجل الرعايه ومن اجل يعني نجاح هذه الشجيرات. بالنسبه للعاصمه انت حتى على ولايه الجزائر العاصمه نعرفوا انه ما عندهاش بزاف غطاء نباتي لانه باعتبار مساحه العاصمه الى غير، لكن بعض الغابات عندنا اكيد باينه وكفنا وشفنا حتى انه حرائق بينام. حتى في باينه والحرائق يعني أكيد مرات شعلت يعني. اكيد اكيد انه حقيقه ربما ولايه الجزائر العاصمه مقارنه بالولايات الكبرى يعني تعتبر ولايه ضئيله المساحه الغابيه، المساحه الغابيه تعتبر حوالي 5000 هكتار متوزعه عبر 113 موقع غابي، ابرزها كما تفضلتم غابه باينام اللي هي حوالي 504 تعتبر 504 هكتار تعتبر رئه العاصمه. هذه الغابه يعني لسوء الحظ يعني تشهد ربما حرائق، يعني الحمد لله ربما اخر حريق يعني اللي صار بصفه كبيره ادى الى اتلاف 25 هكتار كان في سنه 2017. ولكن الخصوصيه لهذه الغابه ولا خصوصيه ايضا ربما الغابه اللي موجوده في الجزائر، الغابات الموجوده في الجزائر العاصمه ولا الغابات ربما بعض الغابات الموجوده عبر بعض الولايات، انه راهي متواجده داخل نسيج العمراني ولا كاين نسيج يعني. هي ماهيش كثيفه ولكن الخطوره تكمن اين؟ الخطوره تكمن انه هي غابات تعتبر ديفوري اوربان يعني غابات عمرانيه موجوده داخل نسيج عمراني كثيف، انه عندما تشتعل ولا يكون اندلاع حريق ولا حتنتشر يعني بصفه اخرى وتؤدي حتما الى لا قدر الله يعني حالات. كوارث بشريه يعني لهذا نطلب من السكان، لانه السكان يعني اللي متواجدين بمحاذاه الغابه يعني صدقني انهم يعتبرون يعني يعتبرون احد يعني ابرز العناصر يعني الفاعله في مجال مجابهه الحرائق ومكافحه. هذا الشيء لاحظناه عبر الهبات التضامنيه، عبر يعني تدخل السكان يعني جنبا الى جنب مع اداره الغابات وايضا مع اداره الحمايه المدنيه، من اجل سواء كان التبليغ عن التعديات التي تقوم على مستوى الغابه، سواء التبليغ عن الحرائق، سواء ايضا في مساعده في عمليه الاخماد هذه لاحظناها في عبر السنوات الماضيه. يعني نشكرهم، يعني هما الحامين، انا نسميهم بالحامين. لماذا؟ لانهم راهم بحاذاه الغابه، يعني هما ربما اللي عندهم يعني القدره باش ربما يلاحظوا الشرارات ولا يلاحظوا الدخان ولا. لهنا انبههم يعني الى تبلغ انه اداره الغابات تملك رقما اخضر اللي هو 1070، هذا الرقم راهو مفعل يعني 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7، ما عليهم الا يعني عند مشاهده اي نوع من التعدي الاتصال باداره الغابات من اجل يعني التبليغ، لانه التبليغ الاولي لاحظناه يعني عبر يعني التحاليل اللي قمنا بها وعبر ايضا الاحصائيات انه نجاعه التبليغ الاولي ولا التبليغ كيكون يعني ربما في الدقائق الاولى، لانه الحريق عباره عن يعني مدة أكيد كما تفضلتم سباق مع الزمن. يعني إلى صرى التبليغ ربما في الدقائق الأولى وصرى هذاك التدخل الأولي نجعته مع الحماية المدنية وتمكننا من السيطرة على الحريق، أكيد أنه حنتفادوا الانتشار تاعو، لأنه الحريق ينتشر بصفة مهولة. يعني الإنسان ربما ما يمكنلوش تصور كيف أن الحريق ينتشر بصفة يعني في ثواني وفي دقائق، ربما في هذوك الثواني تقدر ربما يعني يعني المقولة اللي معترف بها أنه في ثواني الأولى من عمر الحريق يعني نقدر نطفوه بكسمة،
يعني دقائق ولا ربما بعض الدقائق تمر ربما الطائرات وما تقدرش تسيطر على هذا الحريق، إضافة أيضا إلى وعورة وصعوبة التضاريس اللي معروفة بها الغابات الجزائرية. أنه صعوبة، وهذا يعني خصوصيا يعني ما تخص فقط الغابات الجزائرية، يعني تخص أيضا غابات البحر الأبيض المتوسط كما شاهدناه يعني في عدة دول أوروبية، بعض المسالك أيضا أكيد كما شاهدنا في عدة دول أوروبية، كما شاهدنا أيضا في عدة دول تبع يعني في القارة الأمريكية. صعوبة هذه التضاريس حتى وإن جهزت وجندت يعني الإمكانيات من طائرات من ريتال متنقلة من مصالح من مختلف يعني الجيش الشعبي، يعني مختلف المصالح اللي عندها يعني تقدر تجابه هذه الحرائق، ربما الحريق يعني يقدر ياخذ ايام، خاصه الى اتسمت هذه المنطقه بوعوره التضاريس، يعني صعوبه اللجوء اليها، عدم وجود ربما المسالك، ولا حتى وهذوك المسالك ان وجدت يعني ربما الشاحنات ولا ما يقدروش يعني يتوغلوا في المناطق هذوك الوعره. يعني هذه الاشياء كامل ضف الى ذلك اللامبالاه، وضف الى ذلك السلوكات هذه السلبيه يعني تؤدي الى اندلاع الحريق وانتشاره. ايضا اريد يعني ان يعني في ظل يعني هذه الموجه الحر هذه ربما يعني تقدر تستمر، يعني موجه الحر يعني اثر النشريات اللي تلقيناها هي راهي في هذا حتى يعني راهي مفعله حتى اليوم حتى 11 جويليه، ولكن تقدر تكون نشريات اخرى. لهذا يعني رصدت ولا اعلنت وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه عن جمله من الاجراءات، هذه اجراءات يعني راهي متخذه بصفه استعجاليه من اجل الوقايه وحمايه الارث الغابي ديالنا من الحرائق. هذه الاجراءات هي اولا كما قلت يعني الرقم 1070 اللي راهو 7 ايام على 24 ساعه على 24 ساعه، يعني يقدروا المواطنين يتصلوا في اي وقت باش يبلغوا عن اي نوع من التعدي، يعني ليس فقط عن حرق الغابات، بالاضافه الى جمله ايضا من الاجراءات يعني اللي تمكننا من حمايه الغابات، خاصه انه مواقع الشواء يعني من هذا المنبر مواقد شواء راهي ممنوعة منعا باتا، وإشعال النار لأي سبب من الأسباب سواء أكانت التخييم سواء أكانت في الأراضي بمحاذاة الغابات راهي ممنوعة منعا باتا، يعني كي نقول ممنوعة أيضا يعني يعاقب عليها المشرع الجزائري. هادو كامل الأسباب راهي يعني اتخذتهم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل يعني التأهب والاستعداد لمجابهة الحريق، بالإضافة إلى أيضا تجميد إنتاج مادة الفحم، بالإضافة أيضا إلى القيام بعملية التحسيس وخاصة خاصة تفعيل الدوريات المتنقلة، يعني هي الدوريات المتنقلة هي مفعلة بموجب الاستراتيجية التي ترصدها إدارة الغابات ومخطط مكافحة حرائق الغابات. صحيح. ولكن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يعني أصدرت بيانا من أجل تكثيف هذه الدوريات المتنقلة عبر خاصة الغابات التي تشهد يعني تشهد ربما اللي عندها كثافة غابية معتبرة وكثافة نبية غابية نباتية، يعني يقيم بعملية لماذا الدوريات المتنقلة، يعني من أجل رفع درجات الحيطة والحذر وأيضا ربما رصد جميع هذه السلوكات. صحيح. هذه ليمكن ربما منعها، بس يعني إلى منعنا هذه السلوكات يعني نتفادوا مسببات الحريق، وإذا تفادينا مسببات الحريق ما نقدروش ربما نقولوا بليك حين يكون عندنا صيف بدون حرائق هذا الشيء يعني مستحيل، ولكن تقليل إلى قللنا يعني بصفة يلو كان يعني بنسبة قليلة حيكون عليها وقع إيجابي في تقليل نسبة الحرائق. نلقاو بعض سواء العائلات ولا بعض الأشخاص يعني حتى إشعال النيران خلينا نقولوا إحنا بشكل عام هو خطر، لكن نلقاو بعض الأشخاص اللي عندهم ثقافة إنه يخاف إنه تشعل في الغابة ولا تشعل في الحشائش الصغيرة فيروح يشعل مثلا في منطقه فيها صخور او فيها يعني يعني منطقه نقولوا صلبه، خلينا نصح التعبير يعني بالمقارنه، هل الامر ممنوع منعا باتا المكان ولا الامر ممنوع منعا باتا؟ يعني ساوضح ذلك، ممنوع اولا في الفضاءات الغابيه، هذا بموجب القانون، يعني القانون واضح وصريح، القانون العام للغابات قانون 84/12 الذي تم استحداثه يعني في الاونه الاخيره حيكون يعني قانون ان شاء الله مستحدث مع المعطيات يعني الجديده ويتاقلم يعني مع المعطيات الجديده لتعيشها البلاد، يعني من حيث حمايه الارث الغابي، من حيث حمايه ضد الحرائق ومكافحه جميع التعديات على الغابه. في الفضاءات الغابيه يعني الغابة
الغابة كما يعرفها الناس جميعا، وأيضا في الأراضي ذات التكوينات الغابية. ماذا نقصد بالتكوينات الغابية؟ نقصد يعني حتى وإن كانت أراضي يعني فيها ربما عدد من الأشجار قليل، ولا يعني عدد من الأشجار يعني ما يكونش كما الغابة، ولكن هذه تانية تعتبر ولا خاضعة للقانون العام للغابات، بالإضافة يعني إلى الأراضي المحاذية للغابات. لماذا يمنع فيها منعا باتا ولأي سبب من الأسباب إشعال أي نوع من النار، سواء أكانت للتخييم ممنوع، لمواقد الشواء ممنوع؟ لماذا؟ لأنه ربما يعني هذه السلوكيات لاحظناها يعني يعني حتى يعني ممكن نديروا عملية التحسيس ديالنا، ولا كي نديروا الدوريات المتنقلة، الأعوان ديالنا يعني يتكلموا مع المواطنين، المواطن يقول له لا لا راني نتحكم فيها، راني نطفيها، ولكن ربما المواطن البسيط ما يعلمش أنه النار ما يمكنلوش التحكم فيها. النار الى ولا البؤر، بؤره الحريق، والحريق اذا فات اشتعل يعني يعني لازم اجلاء الاماكن يعني بصفه فوريه، يعني ما لا ينفع اي شيء. ما تقدريش تقول راني نتحكم فيها، لانه حتى وان كما قلت سابقا، حتى وان جندت يعني كامل هذوك الامكانيات وفعلت صحيح. يعني كامل العناصر الفاعله، نقدر النار ما نتحكموش فيها، فما بالك بمواطن بسيط بإمكانيات بسيطة ربما ما يقدرش يتمكن. ولكن يعني من هذا المنبر قالك الوقاية خير من العلاج، نتفاداو، لأنه هي أصلا يعاقب عليها القانون ابتداء من الواحد يعني، والقوانين راهي صارمة وصريحة في هذا الشأن، ابتداء من الفاتح من جوان إلى غاية 31 من شهر أكتوبر. الممنوع منعا باتا إشعال مواقد الشواء، إشعال عمليات ولا إشعال الحريق من أجل التخييم ولا من أجل لأي سبب من الأسباب، من أجل تفادي وتقليل هذه الحرائق وتفادي انتشارها. يا سيدي مش بالضرورة إشعال موقد شواء كوكوت مينوت يطلع معه، أكيد يا سيدي دير شواء يعني خفيفة كذا والله يعني الحرارة يعني أنا هاد شي ربما أنا أعتبرها ربما هذه يعني هذه الظاهرة راهي أنا نعتبرها ظاهرة ربما دخيلة، بس كل لاحظناها في هذه السنوات الأخيرة، ربما من سنة 2010 يعني ربما الظاهرة ما عندهاش حتى 15 سنة صحيح. ما عندهاش حتى 15 سنة، ولكن في هذه الفترة القصيرة هذه قبل هذه الفترة يعني ما كناش نلاحظوا هذه الظواهر، ولكن في هذه الفترة لاحظنا ارتفاع قياسي في 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 في, في عدد الحرائق وفي المساحات المحترقة صحيح. وأيضا يعني الحرارة راهي مرتفعة، وتزيد لها انت حرارة الموقد الفحم وحرارة الشواء ايتو شغل فوالا يعني هي ظاهرة يعني أعجز عن التعبير عنها. تذكر أنه كنا نروحوا للغابة ولا نروحوا للشريعة ولا نروحوا لأي جبل نعدوا معنا شوية فرمان شوية خبز شوية كاشير فوالا نروحوا من أجل التضليل من أجل احتماء يعني على الأقل الإنسان يتمتع بالطبيعة تمتع بالمناظر، ربما الاحتماء يعني تحت الأشجار هذوك اللي عندهم الظل، بس كل هذيك الحرارة هذيك تكون يعني منخفضة مقارنة بحرارة المدينة ناتج يعني لأنه الغطاء النباتي يعني كل ما يكون الغطاء النباتي كثيف كل ما درجة الحرارة تصبح ألطف. جميل جدا، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله السلامة، إن شاء الله ما يتعبوكمش أكثر وأكثر إن شاء الله. يعني من هذا المنبر أستسمحك سيدي من هذا المنبر يعني نحيي أعوان إدارة الغابات المرابطين يعني في كامل عبر جميع التراب الوطني، يعني حتى في المناطق الصحراوية كاين حرائق الواحات يعني من هذا المنبر نحييهم ونشكرهم على الجهود ونشكرهم يعني على الحس هذاك الحس المعنوي والحس بضرورة حماية هذاك الإرث، يعني كما شاهدنا يعني كاين حرائق يعني تندلع في الليل يعني يقعدوا حتى وين يطفى هذاك الحريق يعني راهم ما نقولوا مسبلين. من هذا المنبر نحييهم وإن شاء الله إن شاء الله صيف يكون بأقل عدد من الحرائق بردا وسلام إن شاء الله، إن شاء الله على بلادنا أكيد، ونتمنى لكم كل التوفيق لكم أنتم أيضا كعوان إدارة الغابات تقومون بواجب نبيل جدا.